بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك لمحزونون. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء الثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة، اللهم أدخله الجنة، اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر. اللهم أعذه من عذاب القبر، اللهم أعذه من عذاب القبر وأعذه من النار. اللهم أعذه من عذاب النار، اللهم أعذه من عذاب النار. اللهم ارفع درجته في المهدي واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.